ألف سرد وسرد معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. كشكشني وأنا كشكشته. تنتشر ظاهرة الكشكشة في دوائر الدولة انتشارا عجيبا، ولكننا تعودنا عليها وفقدنا الأمل بتحقيق الغايات دونها. بل وإننا لم نتعود فقط على الكشكشة، وإنما بدأنا نشارك بها كل على مستواه، على قده يعني. فنحن ندفع الإكرامية دون تردد للموظف والشرطي والآذن والمدير، نكشكشه وهم باتوا يأخذون منا بشكل أوتوماتيكي دون أي شعور بالإحراج، وكأن الأمر أصبح قانونا. وعلى الرغم من أن المبالغ الصغيرة المتداولة بين أوراق المعاملات أصبحت أمرا واقعا وتسعيرة محدودة، فإن بعض التجاوزات تتم أحيانا. فكم من شرطي ظل يتجاوز حاجز 25 ليرة من السائقين حتى رفع تسعير الكشكش إلى 50، وكم من موظف رفع تسعير التوقيع المكشكش الواحد من 50 إلى 100 حتى الكشكشة أفسدوه. لكن يبقى هؤلاء الذين نتحدث عنهم هم من أبناء الناس، ويبقى أننا جميعا نعرف بأنهم منا، نحن الشعب. فمن منا لا يملك شقيقا موظفا أو جارا شرطيا أو والدا مديرا؟ ويبقى أننا نعرف كيف تم تحويل الموظف من موظف إلى منتظر للبخشيش عبر صرف راتب لا يكاد يصل إلى ربع الراتب الذي يجب أن يتقاضاه. وبحدس البقاء يصارع الموظف من أجل البقاء، وساعتها لن تهمه صفته، وبالتالي أصبح يقبل بأن يكون مبخششا وأكثر من أجل البقاء. فهل تعتقدون أن الموظف سعيد بكونه يتبخشش ويتكشكش؟ وهل تجدون أن الشرطي راض بأن يدس له السائقون قطعة 50 داخل دفتر السيارة حتى لو كانت إكرامية وكشكشة؟ الموظفين من أبناء الناس، جاءوا من الناس ويعودون إلى الناس، مورست عليهم كافة أنواع الضغوط في الحياة حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من حلول سحرية، فتعلموا فنون الكشكشة، فتكشكشوا كاشا وغير كاش، وأخذوا الهدية فروج وخواريف وخضار وفواكه وقماش وأدوية وأحذية وخبز وسمنة وزبدة وزيت وقمح ورز ولكن ما الذي يأخذونه سوى ما يريدون به سد الرمق؟ ومن هم أمام كبار المكشكشين والمكشكشين؟ إلا أن أبناء الناس من الموظفين استطاعوا أن يحولوا ممارستهم لكشكشاتهم الصغيرة إلى حالة أوتوماتيكية نفت عن نفسها صفة النشاز بنفسها، وبقي أبناء الناس أبناء ناس ولم يتحولوا إلى غرباء على الرغم من ممارستهم لكافة أنواع الغرائب والعجائب. فالمراجع يكشكش الموظف، والسائق يكشكش شرطي المرور، والراكب يكشكش السائق، والماشي يكشكش الراكب، والناس تكشكش الحكومة، والحكومة لا تكشكش الناس إلا في بعض الأعياد. ويبقى أبناء الناس أبناء ناس مهما كشكشوا أو كشكشوا. وكشكشني وأنا كشكشت ما بيتكشكش ابن الفلاح. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.